السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في الجزء الرابع ولا الثالث، هذا والله ما على بالي واش من جزء. هاني نقسم فيها غربه ما تجيش طوال ونفهم بالتفصيل الممل باش الناس كل تفهم. هاي يا خاوتي دركا راح نديرها بالسيليكون. الفيديو اللي فات لحق 10 دقائق وما فقتشها، هاني ندير بالاجزاء. دركا هذه نوريكم السيليكون كيف تخدموا به. اها هذه هاي يجيب السيليكون خدمته يثبت خدمة تثبيت. درك روح الغصن التحتاني هبطي هدي هكا هروح درك لهنايا شوف نعمرها فوالا هي تبان. هذه هي الطريقة تاع التثبيت، نوريلكم طريقة كيفاه. هبطي أيا للأخر، إيش بيك؟ أيا تنسى روحها خلاص. تبعي يدي وين تروح تبعها أيا مش. التثبيت كيفاه خاوتي باش تفهموها برك. دركا وش نديرو؟ نحبسو لا فيديو. شوف فهمتوا التثبيت كيفاه، نزيد لكم هذه ارواحي منها نزيد لكم هذه باش تفهموها. نحبس لا فيديو حتى نكملها وتشوفوا كيفاه العفسه كيفاه، تشوفوا اللقطه كيفاه تخرج الشكل النهائي كيف يخرج ان شاء الله. نوري لكم التمويه تاع العش كيفاه داير، اني نفهم بالتفصيل المهم بشرح تفسير ممل مش هكا باش الناس كل تفهم. واحد ما يقول لي اني ما فهمتش وعاود لنا هذه هي خاوتي. نحبس لافيديو باش ما يجيش طويل، كي نكمل الشكل النهائي نوريكم خاوتي. الحمد لله يا ربي هاني كملت ما في زوج خاوتي، هاي النتيجة النهائية خاوتي. الله يبارك ما شاء الله، سبحان الله الخالق المصور. شوفوا خاوتي الإبداع، ربي يبارك تحفة. تبان شجرة حقيقية، الله يبارك. شوف بعد ما كانت، شوف قبل كيف كانت تعود، شوف كيف رجعت، الله يبارك ما شاء الله خوتي. ها شوفوا العش كيف موه، شوفوا البلاصة العش ها وين الفراقات هذو ها كيف موه، شوف كيف موه من فوق ما يبان والو. تركب العش في الفراقات هذوك ما يبان والو، فمال تدخل ثم موها ما تبانش ما شاء الله. هاي الشجرة الأخرى ثاني، شوفوا خاوتي، شوف الله يبارك. هاي ثاني العش وين يجي ثاني منها هاو موه لدخل ما يبانش خلاص. كون ما تثبتش مليح ما تشوفوش. الله يبارك. هذه هي خاوتي كيما هكا الطيور تاعكم يتمتعوا صح ماشي يتمسخير. هاني خدمت سبعة من الدخل والله ربي يبارك، شوف كيف يلعبوا فيهم ما شاء الله. وهذه هي خوتي، ودعونا معاكم دعوة أخير وإن شاء الله يجعلها ربي يجعلها صدقة جارية. دعونا معاكم دعوة خير، ودعونا معاكم بالتوفيق برك. وواحد ما يحتاج والو، دعوة الخير خير من الدراهم. وعطونا رأيكم في التعليقات، عطونا رايكم، رايكم يهمني بزاف اخوتي. وبالنسبه للناس اللي قالوا لي ينتفوهم على ينتفوهم، بصح مش راح ينتفوهم في نهار، انت كي تفوت عامك بيان عامك مليح هذيك هي الفايده. درك نصف المشقه راحت، حتى كنت شو خطره اخرى تشوف مثلا بار اكزومبل عرف في زد ولا دير له هكا اقلعوا من الثقبه تاعو دير في بلاصته عرف اخر، تجي خدمه سهله اخرى وتفوت عام كبيان خير من السرول هذاك. ونظري نجيب السرول نجيب السنوبر في شهر يبدا يتفتفت ويطيح ومن وجدري ونوض كل يوم دبالي وياكلوا الدود يبدا يسيح في الارض. هذه كيما هكا على الاقل راح تفوت عام كبيان، والعام الجاي يا خويا اخدم عام كذا بيان، العام الجاي سهله، العام الجاي العرف اللي تشوفه فازد عاودوا ما كان والو وتجيك سهله العام الجاي، مش كيما درك انا تعبنا ما زيرو. العام الجاي راح تبدل غير العرف سهله خلاص،
ودعونا معكم بالتوفيق، وكما قلت لكم اخوتي اعطونا رايكم في لي كومونتير، والسلام عليكم ورحمة الله.